للي ما بيحبوا الحلو هلا رح اخليكم تعشقوا للحلو. رجعت لكم بسنه جديده بفكره طبخات كبيره بايدين صغيره، واليوم رح اعمل لكم حلو ناس بتسميه عوامه، ناس بتسميه زلابيه، ومكوناته بكل بيت موجوده، واي وقت بدكم اياه وحابين تاكلوه تعملوا دغري. رح نحتاج كاستين طحين، كاسة مي، معلقة صغيرة خميرة، معلقتين صغار زيت ذرة، رشة ملح، معلقة سكر ومعلقة نشا. يلا نبلش. وأول خطوة رح نضيف الكاستين الطحين، ورح نضيف فوقهم 3/4 كاسة المي، وخلوا الربع للخطوة الثانية، والزيت. وبدنا نرش فوقهم الملح ونحرك كتير منيح. وهلأ نترك العجينة تبعتنا على جنب شوي ونبلش بالخطوة الثانية. راح نجيب نحط النشا، وراح نحط فوقه السكر وربع كاسة المي والخميرة، وبدنا نحركهم كتير منيح مع بعض. وبعد ما حركناها منيح زي ما انتم شايفين رح نتركها 10 دقايق لتتخمر، نرجع لكم. وهلا بعد 10 دقايق بدنا نضيفها على العجينه تبعتنا ونحرك منيح. وبعد ما حركناها كثير منيح وصارت زي ما انتم شايفين متجانسه هيك، هلا بدنا نتركها تتخمر. اذا احنا بفصل الصيف بدنا نتركها تقريبا ربع ساعه، وإذا إحنا بفصل الشتاء نتركها ل 30 دقيقة. نغطيها بكلينج فيلم وبنرجع لكم. وبعد ما تخمرت كتير منيح زي ما أنتم شايفين، أجا وقت شو نقليها. قبل هيك عشان يطلعوا طباطنا كتير منظرهم حلو، راح نجيب كيس ونندهن عليه زيت ذرة بهذا الشكل عشان لما نحط الخليط فيه تبعنا ما يلزق، تمام بهذا الشكل. وهلا رح ندير العجينه تبعتنا زي ما انتم شايفين، شوفوا محلاها بالكيس. ما تحطوا كميه كبيره عشان تقدروا تتحكموا فيها. وهلا بعد ما حطينا الزيت على النار، لا خلينا يكون بارد ولا انه انحرق، وهلا نبلش نسقط فيه العجينه. وهلا بنقدر نغطس نص الكميه تبعتنا بالقطر للي بيحب السكر الزيادة، وفي ناس ما بيحبوا السكر بنقدر نتركها بدون سكر. وهلأ اجت اهم مرحلة من كل الفيديو وهي الاكل. رح ادوق من القطر ورح ادوق من القطر، وانا متأكدة التنتين دي يكونوا اسكى من بعض. شوفوا شوفوا ما احلى منظرها. كتير زاكي، مش عم بمزح معكم، جد كتير 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 زاكي، وجد لازم تجربون. وهاي كمان وحدة لعيونكم من هون، بشهي بشهي، جد جد بشهي، لازم تجربوها. قولوا لي رأيكم، وما تنسوا تعملوا لايك كومنت وشير، احضروني على اليوتيوب، اعملوا لي سبسكرايب، اعملوا فولو على انستغرام، وباي.